مأساة إنسانية أخرى تشهدها سواحل إقليم الحسيمة بعد غرق قارب مطاطي كان يستقله مهاجرون سريون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. مصالح الدرك الملكي وبتنسيق مع البحرية الملكية والوقاية المدنية تمكنت صباح اليوم قبالة شاطئ كالابونيتا من إنقاذ 34 مهاجرا بينهم 5 نساء وانتشال 4 جثث تم إيداعها بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس. المستشفى الاقليمي الحسيمه دار يعني بطبيعه الحال تدخل بالطاقم الطبي الطاقم شبه الطبي بكل مستلزماته الاداريه والتقنيه بطبيعه الحال، والحمد لله كل خدا العلاج وما كان حتى شي ضرر، كل شيء خرجوا في احسن حال، الا كاين بعض الحالات اللي هي حالات اللي مشاو لهم الاهل ديالهم وكان حالات نفسيه صعبه. التدخل الطبي كانوا عندنا 34 حاله منهم 4 ديال النساء وحده حامل، درنا لها الليكوغرافي والمسائل اللي كتطلب عند طبيب الولاده، صافي بان كل شيء على احسن ما يرام. الحالات الاخرين كانوا فيهم غير حالات البرد وحالات ديال الخلعه، هذوما الاغلبيه، وخلينا تطمئنوا حتى خذوا الادويه ديالهم. حلم الهجرة إلى الفردوس الأوروبي تكسر إذن على صخرة الأمواج العاتية لبحر المتوسط، حادث يعيد إلى الواجهة مجددا مأساة الهجرة غير الشرعية وجرائم شبكات الاتجار في البشر التي تبيع الوهم لمئات المرشحين للهجرة السرية المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. مافيات ديال الهجرة السرية اللي كينظموا يعني عمليات متسلسلة نحو يعني الجنوب ديال اسبانيا، كيكونوا الضحايا ديالها عادة المهاجرين ديال جنوب الصحراء، وكنسجلوا هذه السنة هذه خاصة انه تم الايقاف يعني العديد من المحاولات ديال الهجرة السرية في السواحل العارضة ديال مدينة الحسيمة. والسبب وراء هذا الشيء ان هذه المافيات اللي كانت كتاخذ من اقليم دريوش واحد المكان يعني ولا واحد المجال لانطلاق العمليات ديالها، حولات النشاط ديالها نحو السواحل العريضه ديال اقليم الحسيمه. هذا وقد تم فتح تحقيق من قبل المصالح المختصه تحت اشراف النيابه العامه لمعرفه الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم هذه العمليه للهجره غير الشرعيه، فيما تواصل فرق خفر السواحل المغربيه عمليات البحث عن مفقودين محتملين.